بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في دروس الدلفي، دروس الباكند، ودرس اليوم حول فرمورك اسمه مورموت. هذا الفرمورك من الفرموركات يعني في الدلفي المشهورة جدا، مثل ام في سي دلفي فرمورك، هناك دلفي ايضا تي ام اس فرمورك، هناك ايضا يعني مكونات وليس فريم ورك هي ديف اكسبريس، لكن نسمع كثيرا بالديف اكسبريس، نسمع كثيرا بالتي ام اس، نسمع كثيرا ايضا بدلفي ام في سي، وايضا بدلفي مورموت. اذا مورموت هو عباره عن اوبن سورس ليبراري، اوبن سورس. نجد الموقع الرسمي هنا، ساضع في الصفحه اذا في الفيديو الرابط، عفوا الرابط. تجدون هنا الدوكيومنتاسيون الخاصة بمورموت كلها وماذا يعمله، يعني كلها دروس كما تلاحظون، تعمل مع الداتابيس، تعامل مع الورام، تعامل مع يعني ريست، يعني الكثير من الأشياء، أرشيتكتير متيتير، يعني الكثير من الأشياء الذي يعملها مورموت، من بينها أيضا الويب والويب سوكيت وأيضا ريست والكثير، يعني كما تلاحظون هنا ريست، جيزون، نو اس كيو ال، كليون سيرفر، الكثير من الامور تجدون كل هذا في الدوكيومنتاسيون هذه الخاصه بمورموت. اذا هو فريم ورك كبير جدا في دلفي، اوبن سورس، ونستطيع تثبيته من عند الضغط على داونلود. اذا وتذهب الى هنا ونضغط على بزر، تحصل على ملف الزيب، غير هذا، نقوم بفك الضغط، ونتحصل في الأخير على ملفات يعني موجودة ومجلدات موجودة في هذا المسار. أنا بما أن يعني في الدلفي عندما تكون ليبراري كاملة، ليست فقط يعني للتست، ليست للتجريب، يعني كاملة وجاهزة للعمل، أقوم بنسخها ووضعها في مجلد أمبر كاتيرو. إذا أنا أذهب إلى سورس الموجود في أمبر كاتيرو ستوديو 20، نجد ريبرتوار اسمه سورس، وبعد ذلك أنشئ مجلد أسميته مرموت، ووضعت فيه كل الملفات التي قمت بجلبها من الزيب. اوكي، فقط هناك ملف مجلد، ذهب الى داونلود، هناك مجلد كما تلاحظون، هذا الضغط، الفك الضغط، هناك في SQL Lite 3 مجلد اسمه samples، هذا فقط سنتركه خارج الليبراري. اوكي، انا يعني حضرت كل هذا لدي. وتركت مجلد samples هنا. هذه عبارة عن أمثلة لكل الحاجات التي يقوم بها مرموت. أوكي، بعدما إذا تركنا هنا الأمثلة في مكان في يعني المسار داونلود، وذهبنا إلى المسار الآخر أين إمباركاديرو، أين هو؟ يعني أغلقته. اوكي، امباركاديرو ستوديو 20 سورس، وضعت مرموت هنا. ماذا ساقوم بفعله الان كي يتعرف على الدلفي على هذه المكتبه؟ سافتح الدلفي، اذهب الى تولز، اوبشن، اوبشن، وهنا ساضيف المسارات اللازمه للتعامل مع مرموت. بما ان مرموت عباره عن فريم ورك يحتوي على العديد من المكتبات، هناك بعض المجلدات الرئيسيه التي يجب اضافتها. نذهب إلى language، نختار دلفي و library. في library هنا نضغط على هذا الزر اللي هو library path، ثم نضيف إلى هذه القائمة مسار هذه المجلد، وباكيج لا نحتاجه سيحذفه. هو الباكيج الأساسي هو أولا السورس الكامل لمرمط. إذا التعرف على كل هذا، إذا نعمل نسخ
لكل هذا المسار نذهب إلى الدلفي، نضع المسار هنا ونضغط على Add، سيقوم بوضعه هنا. ثم سيسند نذهب إلى المجلد الآخر، نعمل نسخ ونضيفه هنا، وكذلك نفس الشيء مع سكيل 3 زائد كروس بلاتفورم إلى آخره. يعني كل هذه المجلدات ضرورية لكي يشتغل عندك يعني مرموط بكل يعني بدون مشاكل. لابد من إضافة هذه المسارات في الليبري لكي يتعرف على يعني الدلفي، عندما نفتح أي مشروع في الدلفي سيتعرف على كل هذه الليبراري الموجودة في مرموط. أوكي، سأضع أسماء المجلدات التي يجب إضافتها أو المسارات، سأضع نفس المسار كي تستطيعون يعني عمل نفس الشيء. نضغط على أوكي بعد عملية الإضافة. هذا كل شيء، فقط قمنا الآن بتثبيت مرموط، يعني سهلة جدا، فقط عمل داونلود للزيب، فك الضغط، وضع يعني مرموط في مكان ما، يعني على الدي على السي يعني كما تريد، لكن أنا أفضل أن يكون مع الدلفي لأنه مكتبة يعني جاهزة وكاملة. ثم نعمل له يعني تعرف للمسار عن طريق تول أوبسيون ودلفي لانجويج دلفي وليبرري هنا في ليبرري باث. هذا كل شيء. الآن سنقوم بفتح بعض السامبلز، يعني بعض الأمثلة، وهي من لا نفتح يعني من المفروض حذفها من هنا، لكن عندي الوقت الآن، سنتركها هنا ونذهب إلى الأمثلة التي وضعتها في داونلود. سنبدأ بالأمثلة الخاصة بالويب سوكت، لأننا دروسنا هنا ستكون حول الويب سوكت. هناك بعض الأمثلة كما تلاحظون، يعني العديد من البروجكت دلفي. سنفتح بعض البروجكت دلفي التي تقوم بالويب سوكت. إذن جروب، إذا فتحت مشروع دلفي كما تلاحظون به بروجكت 31، يعني البروجكت 31 شات سيرفر وشات كليون. هذا البروجكت موجود في داونلود، نذهب إلى داونلود ويب سوكت شات كليون وشات سيرفر. اين هو الدي بي ار؟ اوكي، هذا وشات سيرفر بس مهم تجدون هذا شات سيرفر وشات كليون. اوكي، وضعتهم في جروب، يعني دي بروجكت هذا التطبيق وتطبيق ثاني. هذا عبارة عن تطبيق شات في كونسول ابلكيشن، يعني نفس التمرين الذي سنعمله نحن لكن في فيرسيون مع ديسكتوب، يعني كونسول ابلكيشن. نحن نريد ان يكون ويب، لذلك سنقوم بالتغيير بعدها، لكن سنقوم بتجربه بعض الامور. اوكي، هذا الاكزي الخاص بالكليونت وهذا السيرفر. اوكي، هناك انترفاس وهناك سورس، لا داعي للدخول في السورس الان، فقط سنجرب وبعدها سيكون الدرس يعني التطبيق. نعمل رن هنا عادي للسيرفر. اذا تحصلنا على السيرفر، قد ثبت السيرفر، يعني نفذ السيرفر. اوكي، الان نذهب الى بروجكت كليون، نضغط بالزر الايمن ونعمل له رن without debug. تحصلت على التطبيق الثاني اللي هو هذا تطبيق سيرفر، هذا تطبيق كليونت. اوكي، سأضعه هنا ونعمل نفس الشيء، يعني ران. اوكي، سأتحصل على تطبيق ثالث، والتطبيق الثاني اوكي. هذا تطبيق لشات مصنوع يعني في مع مرموط، قمنا بتنزيله ولم نعمل يعني لم نبرمج شيء. اوكي، يطلب مني اضافة الاسم، عمل مسكيري مونتري وعلي. اذا سيكون هناك حوار ما بين سكيري وعلي. هاي هاي علي، هيلو. كما تلاحظون هذا تطبيق شات وهذا سيرفر.
سيرفر مرموت، ويب سوكت، يستعمل يعني يستعمل تطبيقين كونسول ابلكيشن. هذا ما سنقوم بشرحه ان شاء الله في الدرس القادم. قبل ذلك، قبل ان ننتهي من هذا الدرس، سنضيف مثال اخر لكن سيكون ويب. اذا اعمل HTTP. اذا التطبيق اسمه HTTP ايكو سيرفر، وهو موجود ايضا هنا HTTP ايكو سيرفر PPR. هذا يعطينا يعني لو ذهبنا الى السورس كما تلاحظون تطبيق يشتغل على HTTP، اذا تطبيق ويب باستعمال ويب سوكت. اوكي، سنقوم بتنفيذ. هذا عبارة عن سيرفر كما تلاحظون. الآن الكليونت، كيف الوصول إلى الكليونت؟ مثل ما قمنا به مع الكليونت إكزي، لكن الآن نعمل لوكال هوست 8888 ونتحصل على تطبيق كليونت. سنتركه هنا ونفتح نافذة أخرى بنفس الاسم. إذا عندي تطبيقين. تطبيقين كليون وواحد عبارة عن تطبيق سيرفر اللي هو كونسول ابليكيشن. اوكي، الآن سأضيف هنا رسالة my message query. هذه الرسالة أرسلت إلى من؟ إلى السيرفر. اوكي، هذا لنفرض أنه علي. my وهذه الرسالة أيضا وصلت إلى السيرفر. إذا هذه الزبائن تستطيع الوصول إلى السيرفر وترسل رسائل يعني عن طريق HTTP ويب سوكت. الآن السيرفر سيستطيع أيضا إرسال إلى كل زبائن أو إلى زبون معين عن طريق هذه التعليمات كما تلاحظون. سنعمل send all، يطلب مني إدخال النص. إذا هاي all، وكما تلاحظون السيرفر أرسل رسالة إلى كل الكليونت والكليونت أعطاني الرسالة هنا. أوكي، إذا استطعنا التخاطب مع سيرفر في هذا التطبيق البسيط. استطعنا التخاطب مع سيرفر من كليونت HTTP يعني من تطبيق ويب على اللوكال أوست، وذلك بالطبع بالجافا سكريبت. لو ذهبنا إلى جافا سكريبت سنجد أكواد جافا سكريبت هنا للتعامل مع سوكت كليون سورس. كما تلاحظون هذا هو السورس جافا سكريبت، وكما تلاحظون يقوم باستغلال خدمة ويب عن طريق بروتوكول WVS اللي هو خاص بويب سوكت. عفوا، إذا يفتح الويب سوكت ثم يقوم بعملية سند وعملية ريسيف. يعني كلك باك في مكان ما، لابد ان يعني لم ادرس بعد السورس كود، فقط اردت في هذا المثال البسيط ان يعني اعطيكم نبذه على ما هو موجود في مرموت خاصه في ويب سوكت، لانه هو الدرس الذي يهمنا. بعد ذلك عندما نحتاج درس معين سنذهب ايضا الى المجلدات الاخرى. هذا كل شيء في درس هذا اليوم. سنعمل يعني سنقوم بعمل تحسين هذه الواجهه، حيث سنقوم عمل شات ولا نحتاج الى سيرفر، بل مجرد عندما يقوم مثل ما عملنا الان في الكونسول ابلكيشن. اذا سناخذ الكود الخاص بالكونسول ابلكيشن ونطبقه على تطبيق هذا التطبيق الويب في التمرين الاول. يعني الجزء الاول سنقوم بعمل تطبيق ويب مثل هكذا يعني في اللوكال اوست. لوكال اوست سينفذ السيرفر في الان الواحد وينفذ تطبيق الويب في آن واحد، يعني التطبيقين، لأنه هنا تطبيق واحد يشمل الكليونت والسيرفر اللي هو كليونت ويب سوكيت، عفوا السيرفر ويب سوكيت، والكليونت اللي هو عبارة عن أبلكيشن ويب تشتغل على المتصفح.
التطبيق الثاني سنقوم إن شاء الله بعمل سأرسم لكم يعني مثل ما عملنا في دروس، يعني المفروض يعني تذهبون إلى الدروس الجافا والدوت نت، تلقون نظرة على الدروس التي قمنا بها التي سنقوم بها الآن في الدلفي. إذن هناك أربع أجزاء، الجزء الأول إذن في التمرين الأول أو الدرس الأول سنقوم بعمل تطبيق واحد، هو عبارة عن تطبيق ويب يحتوي على ماذا؟ على HTML زائد JS، HTML زائد JavaScript والسيرفر اللي هو باس. أوكي، ثم نحاول أن، لم أجرب بعد يعني، ممكن ننجح ممكن نفشل. نحاول أن نفصل التطبيق الويب، هو نفسه دائما ويب، تطبيق ويب في نتركه على سيرفر، ونأتي بتطبيق آخر أو مجلد آخر كليونت HTML JS على سيرفر ثاني. يعني نقسم هذا التطبيق إلى قسمين، قسم يذهب إلى هنا وقسم إلى يذهب إلى هنا. أوكي، وبعد ذلك سنحافظ على هذا. إذا في التطبيق الدرس الثالث أو الرابع سنقوم نحافظ على منطقة الكليونت، ومنطقة الباكند ستكون عبارة عن ماذا؟ عن API. إذا هنا سنعمل REST API وبداخله ماذا؟ الويب سوكت. وهذا ويب سوكت ايضا. هذا كل شيء في درس هذا اليوم. ان شاء الله الدرس القادم سنبدا بهذا المشروع، يعني نفس التطبيق الذي ذكرناه منذ حين، يعني الذي عملناه هذا، نفس هذا التطبيق الموجود في، ليس الذي عملناه ولكن الذي فتحناه لانه موجود على الامثله، يعني في الامثله الموجوده مع مربوط، فقط نقوم بالتغيير لانه الان يتخاطب مع السيرفر فقط، يعني يرسل الى السيرفر لكن الزبون الاخر لا يستقبل الرساله. لابد ان الزبون، عندما الزبون يرسل الى سيرفر، السيرفر في ان واحد سيرسل الى جميع يعني الكليونت. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.